بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين كل يوم اليومين دول يعني بنكون مع حضراتكم كل يوم. امبارح كنا مع حضراتكم في مباراة كانت هامة جدا للنادي الأهلي، مباراة الأهلي ضد وادي دجلة، وانتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، ولكن في النهاية ثلاث نقاط هامة جدا جدا في عودة النادي الأهلي أو عودة البطل إلى الصدارة أو المنافسة على الصدارة مرة أخرى. الحقيقة النهاردة عندنا أخبار كثيرة جدا جدا، وعندنا كلام كتير جدا. هنتكلم عن مباراة الدوري اللي اتلعبت النهاردة، مباراة نادي الزمالك ضد نادي مصر المقصة. ولكن في الأول الحقيقة خلوني أقول لحضراتكم مجموعة من الأخبار اللي موجودة عن النادي الأهلي. مجلس إدارة النادي الأهلي بيجتمع غدا لمناقشة العديد من الأمور الإدارية. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يجتمع غدا في الخامسة مساء ويأتي اجتماع المجلس لمناقشة العديد من الأمور الإدارية الخاصة بقطاعات النادي المختلفة. زي ما حضراتكم عارفين اجتماعات دورية خلال هذه الأيام، اجتماعات لمجلس الإدارة خلال هذه الأيام للتنسيق لكل الأمور الخاصة بالنادي، سواء أمور إنشائية أو أمور خاصة بالفرق الرياضية المختلفة، فريق الكورة، أيضا أمور خاصة بالعضويات. وزي ما حضراتكم عارفين وسمعتوا الكلام ده من أول امبارح من الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ونائب رئيس لجنة العضويات في النادي، وتكلم عن العضوية إن شاء الله ابتداء من الأول من فبراير ستصل إلى العضوية العامة لكل فروع النادي الأهلي ستصل إلى 500,000 جنيه، هي دلوقتي 350,000. إقبال شديد خلال هذه الأيام على عشان الناس تدفع، يعني 350,000 ما تدفعش 500,000 جنيه، ولكن ابتداء من بداية فبراير هيكون 500,000 جنيه للأفرع كلها، أما فرع التجمع الخامس ب 200,000 جنيه، وفرع الشيخ زايد هيصل إلى 175,000 جنيه خلال أو بداية من أول فبراير. اجتماعات دورية عشان الناس تشوف بقى هتعمل إيه خلال الفترة اللي جاية، الإنشاءات، التجمع هيحصل فيه إيه، هنا هيحصل هنا إيه، وهيحصل هنا إيه، وهيحصل هنا إيه. أيضا اجتماعات ل مناقشة الملفات الرياضية بالكامل واللي بيحصل في البطولة الأفريقية للطائرة سواء سيدات أو رجال، وتنظيم النادي الأهلي لهذه البطولة والحاجة الجميلة جدا اللي عاملها النادي الأهلي في هذه البطولة، أشياء كثيرة جدا. مجلس الإدارة ماشي بشكل جيد في هذه الأمور. نروح بقى لأخبار أول فحص طبي لأحمد الشيخ لتحديد موعد عودته للمباريات. أحمد الشيخ خضع لفحص طبي النهاردة عشان الناس تعرف بقى إمتى هيرجع إن شاء الله أحمد الشيخ للمباريات، ولا سارتي يبدأ دراسة سيمبا التنزاني قبل مواجهته يوم السبت المقبل. والإجهاد يضرب رمضان صبحي وياسر إبراهيم. زي ما قلت لحضراتكم امبارح على الأقل أسبوع 10 أيام، من 10 أيام لأسبوعين دي وقت غياب ياسر إبراهيم ورمضان صبحي اللي اشتكى أيضا من إجهاد في العضلة الأمامية، وياسر إبراهيم إجهاد في العضلة الضمة. الحمد لله لم ترتقي إلى مستوى الإصابة، ولكن زي ما حضراتكم عارفين الحاجات دي بتبقى بدايات لإصابات، فالناس ريحت واتقال إن لازم يريحوا خلال الفترة اللي جاية علشان بعد كده عندنا مباريات أهم وأهم وأهم. لاسارتي امبارح قال نجحنا في تحقيق فوز مهم على وادي دجله في مشوار الوصول للقمه. ده اللي الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه مع حضراتكم امبارح، وقلنا ان لاسارتي راجل واقعي الحقيقه، بيتكلم على ان هو عارف ان هناك بعض الاخطاء اللي بتحصل في المباريات، وامبارح حصل اخطاء وكان نجومنا في التحليل امبارح اللي موجودين معانا اتكلموا في هذا الموضوع، وقالوا ان عندنا هناك بعض الاخطاء، ولكن في مكاسب اخرى، وهي اهم هذه المكاسب هي الثلاث نقاط والعوده مره اخرى للمنافسه مع المتنافسين على صداره الدوري سواء الزمالك او بيراميدز. النهارده عندي كلام كتير جدا على مباراه الزمالك والمقصه، ولكن خلوني بس اخلص الاخبار دي وبعد كده اتكلم بقى مع حضراتكم عشان ابقى براحتي كده وانا بتكلم عن مباراه الزمالك ومصر المقصه. في إطار برضو كلامنا عن فريق الكرة، الأهلي بيطلب حكاما أجانب لمباراتي الزمالك وبيراميدز. أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابا إلى اتحاد كرة القدم تطلب فيه تعيين حكام أجانب لمباراتي الأهلي مع كل من الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري.
أكدت إدارة الأهلي على أن يكون الحكام من أوروبا وأصحاب سيرة ذاتية ناصعة في البطولات القارية والعالمية. حق النادي الأهلي طبعا أنه هو يطلب هذا الطلب في المباريات القادمة سواء مع الزمالك أو مع بيراميدز، لأنها مباراة هتبقى بستة نقاط زي ما قلت لحضراتكم من شوية. الكرة في ملعب الأهلي ليست في ملعب أي فريق آخر، الكرة في ملعب الأهلي. إذا كان الأهلي يريد أن يفوز بالدوري هذا الموسم كرة عندك أنت دلوقتي. لو كسبت مبارياتك المؤجلة وكسبت المواجهات المباشرة مع الاثنين المتنافسين معاك في الدوري خلاص هتتصدر الدوري مرة أخرى، هتتصدر الدوري مرة أخرى. فالكرة في ملعبك. هناك بعض الأخطاء، طبعا هناك بعض الأخطاء، عندنا إصابات كتير، عندنا إصابات كتير، ولكن هذا هو قدر النادي الأهلي دايما. النادي الأهلي كده. بالمناسبة الجمهور مش ما عندوش رفاهية ان هو ما ينافس على البطولة، ما عندوش رفاهية ان هو يقعد 10-15 سنة ما بينافس على البطولة. جمهور النادي الأهلي كده، الرفاهية دي مش موجودة في النادي الأهلي او عند جمهور النادي الأهلي او عند لاعبي النادي الأهلي. ما عندهمش رفاهية ان هم يعني 10-12 سنة ينافسوا على البطولة، ما ينافسوش انا اسف على البطولة. الكلام ده يعني ما بيحصلش عندنا هنا في النادي. في النادي الأهلي الناس كلها دايما أمام حاجة واحدة فقط، وهي المركز الأول، المركز الأول فقط، مفيش حاجة تانية. وبالتالي الكرة دلوقتي رجعت لملعب النادي الأهلي، والنادي الأهلي لاعبي النادي الأهلي وجهازهم الفني والمجموعة اللي متواجدة في الجهاز التدريبي بالكامل كلهم دلوقتي عارفين الكلام ده. وبالمناسبة احنا لما بنقول الكلام ده ما بنضغطش على حد، ما بنضغطش عليهم خالص. احنا بنتكلم اللي هم، عشان بس الناس بتقول لي اصل انت ساعات بتضغط على، لا ما بضغطش. اللعيبه عارفين اكتر مني ان ما عندهمش رفاهيه ان يخسر نقاط في الفتره اللي جايه. اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي دلوقتي عارفه الكلام ده. رمضان صبحي يعني انا عايز اقول لحضراتكم امبارح يعني بيقول انا هلعب كده كده ماتش سيمبا. هو بيقول كده للعيبه اللي حواليه، بيقول لهم انا هلعب ماتش سيمبا. ياسر ابراهيم بيقول مش مهم انا هلعب. فعند الناس دي الفكر اختلف، الفكر فيه دلوقتي فكر ما فيش حاجه قدامنا غير ان احنا نكسب المباريات القادمه سواء في البطوله الافريقيه او في الدوري العام المصري. خدوا بال حضراتكم الكلام ده كويس. فرفاهيه ان احنا نتعادل ماتش او لا، ما بضغطش على حد ولا حد بيضغط على حد اطلاقا اطلاقا. اللعيبه نفسها عارفه الكلام ده، اللعيبه نفسها عارفه ان هي بتلعب باسم النادي الاهلي، بتيشيرت النادي الاهلي. تيشيرت النادي الاهلي ده لما اتعمل اعلان كده، شركه عايزه تبقى تكبر وتكبر عملت اعلان مع النادي الاهلي. شوفوا الفيديو راح فين، شوفوا دلوقتي الفيديو راح فين. انا بصيت عليه قبل ما اخش لقيته راح في حته 13 مليون مش عارف ولا 14 مليون حاجه كده. فهو ده الفرق ما بين النادي الاهلي واي فريق اخر بالمناسبه يعني. فعشان كده انا دايما بقول لحضراتكم لا، اللعيبه دي فاهمه وعارفه كويس جدا 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 ان المباريات القادمه لازم نكسب. طبعا تعمل المجهود وتعمل كل حاجه، لازم تكسب، مفيش حاجه اسمها لازم تكسب. انت بتعمل مجهود وبتموت نفسك في الملعب، والاهم بعد كده ان انت تاخد الثلاث نقاط بعد اذن ربنا طبعا، عشان انا عارف اصل الناس بتتصيد الكلام. ف كل الناس دلوقتي ما بتفكرش غير في شيء واحد، كيف يفوز النادي الاهلي. صدقوني والله يعني ما بنشغلش بالنا بغيرنا اطلاقا اطلاقا. هم اللي شاغلين بالهم بينا، هم اللي شاغلين بالهم بينا في كل حاجه، في كل حاجه. قاعدين بيتفرجوا بيشوفوا انا بقول ايه، وقاعدين بيتفرجوا على مش عارف مين بيشوفوا بيقول ايه، وبعدين يطلعوا يعلقوا يقولوا ايه. لا الكلام ده كله مش فارق معانا خالص، ولا بنبص لحد، ولا بنبص لحد. عارفين ليه ما بنبصش لحد؟ لان الكوره بقت في ملعبنا، الكوره بقت في ملعبنا خلاص. ما حدش هيستنى الفتره اللي جايه. زي ما قلت لكم هم الثلاث نقاط هم الاهم في كل شيء. الاهم الفتره اللي جايه ثلاث نقاط. عندنا اصابات معرفين، عندنا اجهاد، عندنا كل 3 4 ايام. ده الفتره اللي جايه ماتش يوم 2 وماتش يوم 5 وماتش يوم 8 وماتش يوم 12 وماتش 16 وماتش 20، كل 4 ايام مباراه. وبالتالي المسانده الجماهيريه في كل حته على السوشيال ميديا وعلى المباريات اللي حضراتكم هتروحوها في مباراه سيمبا التنزاني القادمه، لا يجب ان يكون هناك 12000. لو مصرح قولوا بكام ألف متفرج في هذه المباراة؟ لو مصرح ب 10000، ال 10000 يبقوا متواجدين وشجعوا اسم النادي الأهلي وشجعوا لعيبة النادي الأهلي، لأن الفترة اللي جاية محتاجة مساندة جماهيرية، مش محتاجة حاجة تانية،
مش محتاجه حاجه تانية، محتاجه مسانده جماهيريه وروح جوه الملعب. محتاجه مسانده جماهيريه وروح جوه الملعب، مش محتاجه حاجه تانية خالص. فمباراه سيمبا التنزاني المباراه يوم ان شاء الله يوم السبت القادم، يوم السبت القادم انا عايز ال 10,000 متفرج يبقوا متواجدين كلهم بالكامل في مدرجات برج العرب. انا عارف ان الظروف صعبه والمشوار طويل وكذا وكذا وكذا، ولكن جمهور الاهلي ده الطبيعي بتاعه، بيتغلب على الصعوبات زي ما الفرقه هتتغلب على الصعوبات، زي ما فريقه هيتغلب على الصعوبات خلال الفتره اللي جايه. طيب، وبما اننا بنتكلم عن ما ينفعش، دايما قلت لكم ان انا عندي هنا فريق للاعداد. فريق الاعداد ده بينقسم لجزئين، جزء يخص مجموعه العمل اللي شغاله معايا، وجزء يخص حضراتكم. حضراتكم دايما بتبعتوا لي وانا ببص على كل حاجه، خدوا بالكم انا ببص على كل حاجه وبحاول الحاجات اللي اقدر ارد فيها واتكلم مع حضراتكم فيها بقولها على طول. فبما انكم دايما واقفين معانا وواقفين عشاننا واقفين عشان خاطر النادي ده، احنا دايما عايزين نبقى واقفين معاكم، وعايزين دايما نتشاور ونتشارك مع حضراتكم في كل حاجه. ولكن زي ما قلت لكم وهأكرر هذا الكلام 100 مره، الفتره القادمه لا تحتاج الا تضافر كل الجهود، لان الكره في ملعبك، تضافر كل الجهود خاصه الجمهور. الجمهور الجمهور الجمهور، جمهور النادي الاهلي هو السبب الرئيسي في فوز النادي الاهلي في اي بطوله. عشان كده مباراه سيمبا يجب ان يكون هناك عدد كبير، كل العدد المتاح ان هو يروح، وانا متاكد ان هنلاقي عدد كبير في هذه المباراة. خلينا بقى نطلع نشوف تقرير عن الجمهور عن حضراتكم ونرجع نكمل مع حضراتكم، وعندي كلام مهم جدا 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 هتكلم فيه معاكم في الفقرة اللي جاية. كانت ولا تزال الداعم الأساسي والرئيسي لتتويج الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بالبطولات والتواجد باستمرار على منصات التتويج سواء المحلية أو الإفريقية، هي العنصر الأكثر شقاء في منظومة كرة القدم، هي السيف، هي الدرع لفريق الأهلي. جماهير النادي الأهلي التي دوما ما يكون زئيرها في المدرجات مفتاح الفوز في المباريات ولا سيما في البطولات الإفريقية. من هذا المنطلق فإن تواجد الجماهير بأعداد غفيرة في مباراة الفريق الهامة أمام سيمبا التنزاني المقرر لها السبت المقبل على أرض ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، تواجدها لا غنى عنه، خصوصا بعدما نجح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في التواصل مع الجهات الأمنية. تم التوافق على السماح لحضور 12,000 متفرج للمباراة الإفريقية. تعتبر مباراة سيمبا التنزاني هي مفتاح التأهل للدور الثمانية للبطولة الإفريقية، خاصة وأن النقاط الثلاث ستجعل الفريق متربعا على عرش الصدارة الإفريقية قبل خوض أصعب مواجهتين في المجموعة أمام فيتا كلوب الكونغولي على ملعبه وسيمبا في تنزانيا. بكل تأكيد ينتظر الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتي لاسارتي تواجد الجماهير ومساندة المارد الأحمر في المواجهة الإفريقية. الأهلي الكيان، الأهلي الرمز، الأهلي عزيمة، الأهلي إصرار.
ده الجمهور، هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا عايزينه من حضراتكم، ان انتوا خلال الفتره اللي جايه دايما تبقوا واقفين كالعاده. يعني انا ما بقولش حاجه جديده، ولكن انا بأذكر دايما لانه في اوقات كده البعض بيحتاج التذكره. طيب قبل بس ما اتكلم عن اي حاجه، عايز اتكلم عن مباراه الزمالك ومصر المقص. احنا في قناه النادي الاهلي بالمناسبه، مش في قناه تانية، احنا في قناه النادي الاهلي. نادي الزمالك ادى مباراه رائعه، نادي الزمالك ادى مباراه رائعه، ونادي الزمالك يستحق الفوز بجداره على نادي المقص، لانه جاب جونين في وقت يعني قاتل الحقيقه. يعني لو المباراه كانت خرجت الشوط الاولاني 0-0 كانت النتيجه دي من وجهه نظري كانت هتتغير، ولكن هدفين في نهايه الشوط الاول الحقيقه، محمود علاء احرز هدف المباراه الاول، ثم طارق حامد عمل واحده لمحمود علاء احرز بها الهدف الاول، ثم ضرب الجزاء يعني ممكن لها ما لها وعليها ما عليها، وهدف ثاني لنادي الزمالك. بعد كده الشوط الثاني الحقيقه نادي الزمالك ادى مباراه رائعه وجيده جدا. احنا في قناه النادي الاهلي مش في قناه ثانيه وبنقول هذا الكلام. ليه بنقول هذا الكلام؟ لان احنا دايما النادي الاهلي الثقه بتاعتنا كبيره جدا، يعني ما بنقلقش ما بنتضايقش، بالعكس. انا قعدت كده وانا قاعد بفتكر خلال الفترات اللي فاتت، ويعني الحمد لله الواحد لعب اوقات طويله جدا في مع النادي الاهلي، خلال الاوقات اللي الواحد لعب فيها مع النادي الاهلي انا او غيري الجيل ده او اي جيل تاني، الحقيقه كانت المباريات بننزل المباريات كاننا نازلين، يعني بتبقى النتيجة معروفة مسبقا الحقيقة. فكنا بنبقى نازلين المباريات يعني عايزين منافسة يا جماعة، عايزين حد ينافسنا. احنا كنا كده. احنا انا هسأل برضو الكابتن ماهر النهارده، الكابتن ماهر وكابتن ابراهيم عبد الصمد في الجزء الاول هيكونوا معايا، وبعد كده كابتن فتحي نصير والكابتن اسامة حسني هيكونوا معايا في الجزء الاخير من هذه الحلقة. هسألهم برضو، هو انتم ايامكم كانت المنافسة موجودة ولا ما كانتش موجودة؟ لما كنا بننزل المباريات ما يعني كنا حابين ان يبقى في منافسه اكتر، كنا حابين دايما ان المنافسه بتخلينا نعلى، تخلي مستوى ادائنا يعلى اكتر واكتر، ولكن كنا دايما بننزل المباراه. لولا هذا الجيل اللي انا بتكلم عن الجيل اللي انا كنت متواجد واتشرف بالتواجد معاهم، الجيل اللي انا كنت متواجد فيه وما بعده الحقيقه لغايه وقت قريب، ان الجيل ده كله كان لما بينزل المباريات لولا ان هذا الجيل عنده طموح كبير جدا، ان هو كان دايما عايز يكسب كل مباراه بغض النظر عن المنافس اللي قدامك، لانه كانت كل المنافسين ما كانش فيه منافسين الحقيقه، كان كل المنافسين بعيد عننا جدا، بعيد عن هذا الجيل من اللاعبين. فالمنافسه بالنسبه لنا او بالنسبه للنادي الاهلي دايما بتبقى حلوه، دايما بتبقى حلوه. يعني ايه دايما بتبقى حلوه؟ يعني النادي الاهلي مثلا يعني في سنه من السنين كان هناك فارق في النقاط ما بين النادي الاهلي، انا مش متذكر، اعتقد الزمالك اللي كان في المركز الاول، وفارق 13 نقطه. 13 نقطه. عارفين مين اللي خد الدوري؟ عارفين مين اللي خد الدوري في الموسم ده ولا مش عارفين؟ الاهلاويه طبعا بيردوا عارفين. الاهلي اللي خد الدوري. ليه؟ لان الناس الحقيقه او الاهلاويه تحديدا بيحبوا المنافسه الصعبه. بيحبوا دايما ان تبقى في حاجه صعبه كده وتخلي كل الناس تشتغل وتموت نفسها، وفي الاخر النادي الاهلي يقوم جاي معدي كده معدي كده معدي كده، وبعدين يوصل في الاخر ياخد اللي هو عايزه. في بعض الاوقات ما بتحصلش، ولكن ده الطبيعي او ده النورمال او ده العادي اللي هو 90% من الدوريات اتخذت بهذا الشكل. فالمنافسه حلوه، المنافسه بتخلي لعيبه النادي الاهلي اللي موجودين دلوقتي بالفكر اللي موجود دلوقتي والشكل اللي موجود دلوقتي تخليهم يروحوا في حته تانية خالص. فالزمالك ادى مباراه كويسه هايله، الشوط الثاني تحديدا عمل مباراه هايله. طبعا في بعض الناس والقنوات المؤجره قالت ايه؟ قالت ان لما الاهلي لعب المقص قالت لك ايه؟ قالت لك اصل المقص ما كانش في مستواها. انا مش هقول كده الحقيقه، انا مش هقول ان المقصه ما كان وحش وان المقصه كان يستحق الهزيمه وكذا وكذا، لكن انا بقول ان الزمالك اللي كان كويس. فالمنافسه لما تبقى موجوده بتبقى فيها حلاوه كده، ما بتاخد الدوري في الاخر بتبقى فيها حلاوه، او لما بتاخد الكاس في الاخر بتبقى فيها حلاوه، لكن تفضل تكسب 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 تكسب. لولا ان الجيل اللي فات مثلا، انا خليني اتكلم على الجيل اللي انا شفته
الجيل اللي فات ما كانش بيزهق، كان دايما عايز ياخد بطولات بطولات بطولات، فكنا بناخد كل البطولات تقريبا. لكن اما تبقى المنافسه موجوده تبقى احلى واحلى واحلى، وبتبقى الجمال في الاخر لما تاخد بقى البطوله وتقعد تحتفل مع جماهيرك وتحتفل مع ناديك وتحتفل مع اسرتك ومع ناسك، وتفكر بقى اولادك لما تكبر وتبطل يا جماعه انا يعني في سنه من السنين حصل كذا كذا كذا، والمنافسين اللي كانوا معايا كانوا كويسين جدا وعاملين شغل كويس جدا وموتوا نفسهم وكل حاجه، ولكن في الاخر انا اللي خدت البطوله. ولعيبه النادي الاهلي اللي موجودين دلوقتي هم كده وما بيفكروش غير في كده. انا النهارده اتكلمت مع عدد كبير من اللعيبه، لعيب النادي الاهلي كل تفكيرهم ازاي اكسب المباراه اللي جايه، مباراه سيمبا، وبعد كده هيفكر في مباراه امبي اللي هي اول مباراه لينا بعد كده في الدوري، وبعد كده هيكسب بسيمبا ان شاء الله ويكسب امبي ان شاء الله ويفكر في المباراه اللي بعدها. ده اللي خلاني اقول الكلام اللي انا بقوله ده، او ده اللي خلاني اداني من جوايا تفاؤل ان انا الفتره اللي جايه فيها كتير قوي قوي قوي، على الرغم من الاصابات واللي بيحصل ده كله واللي حضراتكم شايفينه وعدم الانسجام وحاجات كتيره جدا موجوده، ولكن عندي تفاؤل وغير طبيعي وطموح غير طبيعي ان الفتره اللي جايه هتشوفوا فريق النادي الاهلي ده هيعمل ايه. فالمنافسه حلوه، والمنافسه بتخلينا دايما كده مبسوطين وفرحانين لما بنكسب في الاخر، هي دي اللي بتبقى الفرحه مضاعفه، ان انت المنافس بتاعك عمل كل حاجه كل حاجه عشان يكسب الدوري مثلا او الكاس او اي بطوله بيخش فيها، ولكن انت كسبت، كسبت بمجهودك وبعرقك وبفلوسك وبجمهورك، كل ده اتعمل عشان حاجه اسمها المنافسه. فالمنافسه ايام كتيره جدا الفتره اللي فاتت زي ما بقول لكم وهاكرر تاني ما كانتش موجوده، لولا ان هذا الجيل كان عنده طموح دائم في المكسب كانت الامور هتبقى مختلفه. وبالتالي مبروك، ثلاث نقاط مهمه لنادي الزمالك استطاع بيهم ان هو يزود رصيده من النقطه 42 او 42 للنقطه 45، وتزداد المنافسه اشتعالا، تزداد المنافسه اشتعالا، هو ده اللي احنا عايزينه، عايزين المنافسه تزداد عشان نشوف هتعرفوا معدن لعيبه النادي الاهلي خلال الفتره القادمه من خلال وجود هذه المنافسه. طيب واحنا بنتكلم عن افريقي بروح الفانيله الحمراء، دايما عندنا فقره كده بنعملها مع حضراتكم، عملنا اجاييه وجاب جون وعمل مباراه حلوه قوي، عملنا علي معلول وجاب جون وعمل مباراه حلوه قوي، لكن النهارده هنطلع بره الصندوق شويه. واحد من اللعيبه اللي حضراتكم بتحبوهم جدا، واحد من اللعيبه بطل كوره، رجع بلده، ولكن يظل دائما في قلوب كل الاهلاويه، جيلبرتو. كان باك ليفت عالمي الحقيقه، وناس كتيره جدا او اهلاويه كتيره جدا او كل الاهلاويه الحقيقه بيحبوه لانه يستحق التحيه ويستحق الحب اللي كل جمهور النادي الاهلي بيحبه له. هنطلع نشوف تقرير عن افريقي بروح الفانيله الحمراء جيلبرتو، وبعد كده هستقبل في الجزء الاول النجمين الكبيرين كابتن ماهر همام وكابتن ابراهيم عبد الصمد. هنطلع نشوف جيلبرتو ونرجع نكمل مع حضراتكم ونستقبل ضيوفنا الكبار. يعد الأنجولي فيليسبرتو سبيستياو الشهير بجيلبرتو هو أحد أنجح الأفارقة في تاريخ الأهلي على مدار تاريخه، لما سطره من تاريخ مليء بالبطولات والإنجازات مع القلعة الحمراء، بجانب أنه أحد الذين عشقهم الجمهور لإخلاصه ووفائه، وذلك طوال فترة وجوده في نادي القرن الإفريقي أو حتى بعد رحيله عن قلعة الجزيرة. جيلبرتو والهدف، الله الله عليك يا جيلبرتو، الله 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 عليك يا جيلبرتو. بدأ الفهد الأنجولي مسيرته الكروية مع نادي بيترو أتليتيكو عام 2001 قبل الانتقال للأهلي عام 2002 الذي قضى معه 8 مواسم من النجاح والتألق قبل أن ينهي مسيرته مع المارد الأحمر عام 2010.
لينتقل لصفوف ليرس البلجيكي ومنه إلى آيل لاميسول القبرصي، بينما اختتم مسيرته في الدوري الأنغولي مع بيترو دي لواندا ليعلن اعتزاله في 2015. شارك الظهير الأيسر مع الأهلي في 280 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وتوج ب 21 بطولة، 6 بطولات للدوري الممتاز، 3 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، 4 بطولات للسوبر الإفريقي، 5 بطولات للسوبر المصري، 3 بطولات لكأس مصر. كان للأنغولي جيلبرتو مواقف إنسانية بارزة مع الأهلي، من أهمها رفضه تحمل النادي لتكاليف إصابته في وتر أكيلس الذي تعرض لهذه الإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الأنغولي موسم 2006، وتحمل النادي الأهلي تكاليف علاج اللاعب من أجل عودته سريعا للملاعب، لكنه في أول استدعاء له من منتخبه طالبهم بسداد تكاليف إصابته للأهلي قبل الانضمام للمنتخب. لا ينسى أحد للاعب غيرته على الفريق في كل الأوقات، هو ما جعل له مكانة خاصة لدى عشاق الكيان ليتغنوا بها في كل زمان أو مناسبة، سواء أكانت من خلال فنياته العالية التي ظهرت مع القميص الأحمر أو مواقفه المستمرة مع النادي حتى بعد رحيله، لدرجة أنه يحرص على مساندة بعثة الأهلي في كل مرة تسافر فيها لأنغولا لمواجهة أي ناد هناك، كما أنه دخل في بكاء حار خلال حفل وداعه للأهلي، حيث أكد أنه لن ينسى الأهلي الذي قضى معه أسعد لحظاته الكروية. ونتيجة لكل هذه المواقف مع اللاعب في الأهلي، أطلقت عليه جماهير الفريق الأحمر لقب ابن النادي، أسوة بلاعبين تركوا بصمات في الفريق. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيوفي الكبار الموجودين معايا النهارده في الجزء الاول من هذه الحلقه. النجم الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد، ازيك كابتننا؟ الحمد لله، ازيك كابتن اسلام؟ الحمد لله تمام، شرف منور. ايضا النجم الكبير كابتن ماهر امام، ازيك كابتننا؟ كابتن اسلام مرحبا حضرتك، ايه ازيك حبيبي، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. كابتن ابراهيم، خليني ابدا مع حضرتك بكيف رايت مباراه النادي الاهلي امبارح سريعا، ان احنا نتكلم عن المباراه اتكلمنا عنها كتير، اتكلمنا عنها ساعتين امبارح، لكن كيف رأيت مباراة الأهلي ووادي دجلة أمس؟ زي ما قلنا، وادي دجلة مش عايز يتخلى عن الطريقة اللي بيلعبها، انه التحضير من الخلف، وبالتالي النادي الأهلي طبعا عارف انه مش هيغير، فلعب ضغط في نص ملعب وادي دجلة وقدر يوقد اي تحركات البدايات بتاعتهم انهم يبنوا الهجمة من تحت لفوق يعني. نعم. وبالتالي سيطر النادي الأهلي على الشوط الأولاني بالكامل لغاية لما أحرز الأهداف، هو بس بعيب على النادي الأهلي انه بعد ما أحرز الأهداف ابتدى يخف الضغط شوية في الشوط الثاني، ابتدى وادي دجلة يقدر يسيطر على أجزاء من المباراة، وبالتالي دخلناه في المباراة. ضربة الجزاء برضو دخلت المقصة في آخر 7-8 دقائق في المباراة، وابتدوا يطمعوا أنهم يتعادلوا، وده يعني أنا بعيب على النادي الأهلي أنه لجأ لنص ملعبه، ما لعبش ضاغط في نص ملعب الخصم. نعم. لو كان عمل كده كانت الامور هتبقى تحسن، وخاصه النادي الاهلي في طفره دلوقتي، المستوى زايد، مجموعه المصابين ابتدوا يرجعوا، ادوا الحريه الحركه للمدرب انه يحط لعيبه في اكتر من مكان، في اكتر من لعيب بيلعبوا في اكتر من مركز، فالامور بتتحسن مع النادي الاهلي، انما لازم يبقى الثقه غالبه على لعيبه النادي الاهلي انهم ما يلجؤوش للدفاع، لانهم يملكوا الامكانيات الفنيه الممتازه انهم يقدروا يضغطوا على اي فرقه في نص ملعب. تمام. كابتن ماهر برضو عايز اعرف راي حضرتك في مباراه امس الاهلي ووادي دجله. وزي ما اتفقنا يا اسلام، قلنا ان المباراه اللي جايه ديت او المباراه اللي بيأديها النادي الاهلي كلها يمكن مباراه كؤوس،
محتاجين الثلاث نقاط. يمكن الاداء بدا يتحسن من مباراه لمباراه خصوصا الشوط الاولاني. النادي الاهلي يمكن لعب حوالي 37 دقيقه من اميز الاشواط اللي بتمر على النادي الاهلي من خلال اداؤه في مباراه الدوري العام. 37 دقيقه يمكن كانت معظمها ضغط على وادي دجله من البدايه, ودي حاجه بتحسب للجهاز الفني انه عنده رؤيه واعداد ذهني لمباراه وادي دجله. يمكن الجهاز الفني درس وادي دجله بشكل كبير جدا, ودرس طريقه لعب وادي دجله من ناحيه التنظيم من حارس المرمى يمكن عبد المنصف لحد بدايه الهجمه من قلب الدفاع وبعدين وسط الملعب وبعدين الهجوم. النادي الاهلي مستر لاسارتي فكر انه يضغط على لاعبي وادي دجله, وده كان واضح في 37 دقيقه في الشوط الاول. النادي الاهلي نازل باسلوب ضاغط من البدايه على اساس انه يقدر يقرب من تلت الهجوم ويقدر يقرب من مرمى وادي دجله, وده اللي حصل فعلا ان احنا قدرنا من خلال الضغط ثلاث اربع مرات وصلنا بالهدف الجميل اللي اتنقل يمكن اكتر من ثلاث نقلات 1 2 3, ودي من ضمن الحاجات اللي بيمتاز بيها لعيبه النادي الاهلي في التلت الهجومي اللي هي الضغط على الخصم ثم الاستحواذ ثم بقى الباصات الجميله اللي احنا شفناها. ويمكن كان الهدف يعني مركب بين رمضان وبين حسين الشحات وبين معلول, والهدف الاولاني كان هدف مميز للنادي الاهلي مقرر يا اسلام يمكن في بعض المباريات للنادي الاهلي. يمكن الشوط الثاني انا بعيب على النادي الاهلي ان هو بدا يرجع نص ملعبه, وفي رجوع نص ملعبه يا اسلام المفروض انك كنت تضغط برضك على وادي دجله يعني. نعم. من ضمن التعليمات اللي كنت اتمنى المستر لاسارتي ان هو ينقلها للاعيبه بين الشوطين, لو احنا رجعنا عشان نحافظ على الجول ونبدا ننظم خطوطنا الثلاثه في نص ملعبنا يبقى كنا محتاجين ان احنا نضغط في نص ملعبنا على وادي دجله. ده يمكن اللي اثرنا فيه بشكل جيد في الضغط على وادي دجله, ده اللي ادى الاستحواذ وده الشكل في الشوط الثاني لوادي دجله اللي هم بداوا ياخدوا الثقه من خلال التنظيم بتاعهم لحد ما وصلوا يمكن للشناوي بضربه الجزاء اللي قدروا يسجلوا منها هدف. لكن الحاجه الكويسه ان احنا قدرنا نغطي الجول في الشوط الثاني بهدف ثاني, يمكن هدفين اكدت لنا الثلاث نقاط ودي الثقه للاعبين. لكن زي ما قلت لك التراجع بدون ضغط وبدون رقابه على لاعبي وادي دجله يمكن خلى وادي دجله يمكن يخش للمباراه. لكن عايز اقول لك يا اسلام الدوافع اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي والاصرار والعزيمه ان كل اللعيبه مركزه خلال الفتره اللي جايه ديت على ان كل المباريات بالنسبه لها ثلاث نقاط مهمين جدا. زي ما قلنا يمكن الدوري مازال في الملعب, معظم المباريات اللي موجوده في الدور الثاني كلها في منتهى الصعوبه, وقلنا الاسباب ان كل الفرق بدات المرحله الانتقاليه والمرحله الشتويه ان بدات تدعم بشكل كبير جدا كل النواقص اللي بتحتاجه الفرق. فعايز اقول مبروك للنادي الاهلي الثلاث نقاط. اللي جاي يهمنا جدا ان شاء الله مباراه سيمبا الافريقي, ده هيبقى الاعداد فني للجهاز الفني واللاعبين بشكل جيد. اما الاصابات فمش عارف, احنا يعني كنا بنتكلم قبل الهوا مع الكابتن ابراهيم يمكن والكابتن فتحي نصير, الاصابات حاجه غريبه يمكن اسلام, انا عايز اقول ان اللعيب كمان مشارك فيها. يعني احنا عمالين نقول الدكتور المعالج التاهيل البرامج التدريبيه معد الاحمال, لكن كمان اللعيب برضك يا اسلام لازم ياخد باله, يعني اللعيب ياخد باله من الحته دي. يعني عايز اقول ان في بعض النجوم بتيجي من مشوار ساعتين في الطريق, يعني السواقه خد بالك عليها عامل كبير جدا في بعض الاصابات اللي منها العضلات الخلفيه او العضلات الضمه. فدي نقطه مهمه جدا لازم اللاعب يساعد الجهاز الفني والجهاز الطبي في حته الاستشفاء دي. زايد برضو اضافه لكلامك الاحمال, يعني يمكن لعيبه النادي الاهلي اللي بقى لهم 3 4 سنين في النادي واخدين على الاحمال العاليه, اللعيبه اللي انت بتجيبها من بره غالبا هي بالزبط. بتتركز فيها الاصابات, مش واخدين على الاحمال العاليه, فبالتالي لما بتديهم نفس الحمل اللي بياخده لعيبه النادي الاهلي نعم. متهيألي بيأثر عليهم, زائد محطوطين تحت ضغوط, هم جايين بمبالغ عاليه, فبالتالي عايز يثبت نفسه للنادي الاهلي انه صفقه رابحه, فبالتالي بيعمل مجهود مضاعف
دي بتاثر برضو على عضلاته وبتاثر على 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 ادائه في الملعب وبالتالي بتجيله اصابات. وده انا متهيألي ده من الاسباب المباشره زي ما قال كابتن امام اضافه للاسباب الاصابات المتعدده للعيبه اللي بيجونا من بره بالذات يعني وهي متكرره الحقيقه. واحنا نرجع كالتمرين كده لايامنا والاجيال اللي قبل كده اسلام لو بالمناسبه حضرتك كويس ان حضرتك فتحت هذا الموضوع ايام حضرتك معلش انا ما لحقتش يعني شويه لكن عارف طبعا لكن عايز اعرف هل كان هناك منافسه للنادي الاهلي في ذلك الوقت من انديه اخرى يعني على الدوري يعني المنافسه كانت محصوره بيننا وبين المنافس التقليدي نادي الزمالك يعني كان في منافسه ولا كان دايما برضو الامور اصل احنا انا بتكلم مثلا ان احنا الجيل اللي فات المنافسه يعني كانتش موجوده خالص كان يعني كان النادي الاهلي في حته وبقيه المنافسين في حته تانية خالص فانا بتكلم ان بالمنافسه دي او الاداء الجيد اللي بيعمله نادي الزمالك خلال هذه الايام بيحط النادي الاهلي في منافسه كويسه جدا ولاعيبه النادي الاهلي عايزه كده هو المنافسه موجوده بين القطبين لكن عايز اقول لك ان الاجيال اللي قبل كده يمكن كان فيها تفوق بشكل كبير جدا يعني يمكن ايام الكابتن ابراهيم احنا كنا بنحصل على الدوري قبل اخر اربع اسابيع او خمس اسابيع ده اللي انا بتكلم فيه نبدا يعني ندي فريق الامل للكابتن ابراهيم افتكر الامل للاولاد الصغيرين يبداوا يشاركوا مع بعض النجوم الخبرات اللي موجوده في الفريق الاول فانا عايز اقول لك ان كانت المنافسه بعيده جدا يمكن انا اسلام لو تفتكر فكويس ان احنا 2000 و2000 95 2000 ايام هولمان وتسوبل لو تفتكر ان احنا كان في فارق بيننا وبين نادي الزمالك في الدور الاولاني اكتر من 12 بونت فاكر يا كابتن ابراهيم وبعدين قدرنا ان احنا نتفوق في الدور الثاني زي ما قلنا ان كانت معظم المباريات كلها كؤوس بالنسبه لنا ثلاث نقاط ورا ثلاث نقاط تفوقنا على نادي الزمالك وخدنا الدوري بثمان نقاط فانا عايز اقول لك ان لسه مع الجيل ده لسه الدوري في الملعب لسه مش لا كويس ان في منافسه لا هي المنافسه يعني موجوده طول الوقت هي المنافسه موجوده طول الوقت بس هي بتنحصر لا والله يا كابتن انا ما شفتهاش لا ايامنا يعني بيننا وبين يعني ايامنا ما انا قعدت مثلا ايه خمس سنين او ست سنين في النادي الاهلي يعني اعتقد ان احنا كنا دايما قبل الدوري بست سبع اسابيع نكون مخلصين هي زي ما بيقول الكابتن واحنا ايامنا فاكر برضو لا ايامنا كده برضو يعني ايامنا كده المنافسه موجوده بيننا وبين الزمالك بس الحمد لله الغلبه بتبقى لينا في الاخر قبليها برضه بخمس ست اسابيع بنبقى حاصلين على الدوري العام يعني ايوه فالمنافسه موجوده اللي زاد السنه دي ان يعني في طرف ثالث دخل في المنافسه البيراميدز كويس جدا ما احنا بقول لحضرتك المنافسه بيراميدز والزمالك عاملين الحقيقه زخم عملوا حاله جدا عملوا حاله والاداء بقى يبقى فيه متعه الاول ما كانش فيه متعه متعودين على اللياقه بس انما دلوقتي وكمان مش عايزين يا كابتن نبخس حق النادي الاسماعيلي برضه النادي الاسماعيلي كان دايما هو الطرف الثالث بالظبط يعني برازيل الكره المصريه كان دايما بيمتعنا يعني. في انما الكبه اللي هو فيها ان شاء الله باذن الله هيطلع منها وان شاء الله باذن الله يعني هو ماشي في سكه المدرب الحقيقه واضح ان بصماته على النادي الاسماعيلي الماتشات الاخرانيه ابتدى يحقق انتصارات وانا شايف ان الاسماعيلي برضه داخل ان شاء الله باذن الله بالظبط عايزين المنافسه عايزين بالعكس حلو كده عشان ما ده بتحل الدوري بالظبط كده يعني كل ما الفرق بتبقى نازله عشان تكسب كل ما بيبقى فيه اللقاء بيبقى ممتع وبيبقى فيه فرص كتيره ضايعه وبيبقى فيه فرص كتيره جايه للفرقتين جمهور الاهلي بيحب كده جمهور الاهلي بيحب دايما ان انت ايه هو جمهور الاهلي ده بيضحك كتير لكن لما بيحب يضحك في الاخر برضه لازم يعني في الاخر يعني في الاخر دي لما بيضحك بيبقى حلوه خصوصا لما بتبقى بقى ايه عندك منافسه من اطراف كتير وبتاع فانا يعني يمكن عشان الواحد ما حسهاش في فترات طويله الفترات اللي فاتت كنا بعيد جدا او يعني الفتره ده الجيل ده كان الحقيقه كله مجموعه جيده جدا من اللاعبين كان الفرق كبير يا كابتن واحنا كمان زي ما انت قلت يا اسلام كابتن مريم جمهورنا مقصر معانا بشكل كبير طبعا يعني طبعا برافو عليك انت مسيت نقطه مهمه جدا طبعا فارق مع لعبتنا بشكل كبير ايوه عوده الجمهور مره ثانيه وجمهور النادي الاهلي بالذات بيدينا دوافع بيدينا شحنه وبيعتبر كسند بعد ربنا سبحانه وتعالى عشان كده انا بقول للجمهور مباراه سيمبا اللي جايه لان احنا ما بنخشش غير في افريقيا يعني المباراه الافريقيه فمباراه سيمبا اللي جايه مباراه صعبه جدا ومهمه جدا يهمنا بقى يعني الناس بتقول ايه مشوار برج العرب وما ينفعش جمهور النادي الاهلي اكبر من كده احنا محتاجين فرقه محتاجه جمهورها محتاجين يا اسلام مباراه سيمبا في برج العرب احنا محتاجين 20000 25000 محتاجين 30000 محتاجين جمهور النادي الاهلي ورانا لان هو ده اللي بيعمل لنا الدافع يا كابتن ابراهيم بشكل جيد بالاضافه للجمهور اتمنى ان الجمهور السلوك الرياضي بقى يعني السلوك الرياضي مهم جدا واحنا داخلين دلوقتي البطوله الافريقيه احنا اللي هننظمها
اولا دي سمعه مصر كلها فيها. فنبتدي السلوكيات الرياضيه تشجع فرقتك وتشجع الفرقه الثانيه ونعيش كده في بحلاوه الكوره اللي كنا متعودينها زمان. يعني السلوكيات السيئه ما كناش بنشوفها زمان. الاهلي بيقف جنب الزمالك والجمهور ده هنا والجمهور ده هنا، العمليه بسيطه خالص ومفيش اي مشاحنات ولا اي مشاكل. ما شفناش الا الايام دي بس هي السلوكيات الخارجه عن الروح الرياضيه. نتمنى كل، لكن الجمهور الاهلي عنده وعي وعنده ثقافه وبيعرف يساند فرقته، مش هيقدر يبتر القله دي يا كابتن. وانا متاكد ان القله دي كانت يعني عدد انا ما بتكلمش على جمهور النادي الاهلي عموما، انا بتكلم على جمهور مصر عموما بوجه عام. يعني السلوكيات الرياضيه لازم نتحلى بيها ويدخلوا يتفرجوا عشان يستمتعوا. المنافسه حلوه، يستمتعوا بس يعني المنافسه حلوه طبعا. منافسه لما تلاقي هنا جاي حد ومعديك بثلاث اربع نقط واللي فوقيك بخمس ست نقط واللي مش عارف ايه، وترجع تكسب ده وتكسب ده وتكسب ده. يعني انا اقصد ان الكره الان في ملعب النادي الاهلي او في ملعب فريق النادي الاهلي. أيوه. دلوقتي الموضوع بقى في ايدك انت، ما بقاش في ايد حد تاني. الاول لما كان عدد النقاط كبير وكذا وكذا، كان لسه المباريات المؤجله والتعادل والمكسب والهزيمه وكذا، لكن دلوقتي خلاص اصبح الموضوع في ايدك وعندك مباراتين مع نادي الزمالك اللي هو المتصدر حاليا. وبالتالي يعني احنا مع المؤجلات يا كابتن اسلام ان شاء الله ربنا كرمنا بيهم، هيبقى الفرق بينه وبين نادي الزمالك ست نقاط، يعني مباراتين، يعني المباراتين اللي بيننا وبين اللي بيننا. هو ده اللي انا بقوله. الكره بقت في ملعبك ان شاء الله. ان شاء الله يعني. وبالتالي احنا دايما انا يهمني دلوقتي برضو ان انا في المباراه القادمه مباراه الاهلي مع سيمبا التنزاني ان احنا نلاقي 10 12 ألف متواجدين. احنا عارفين ان هي صعب زي ما حضرتك قلت، مشوار طويل وكذا وكذا وكذا، ولكن في النهايه جمهور الاهلي ده الطبيعي بتاعه يا كابتن ابراهيم. هم متعودين على المشاق. يعني احنا ايامنا كنا بنلعب في كل حته، بنلعب في المحافظات وبنلعب هنا وبنلعب هنا، بنروح ما بنحسش ان احنا غادينا القاهره، بيبقى ورانا في كل حته. وزي ما بيقول الكابتن ماهر الحقيقه، لا هو نمره واحد، هو مش نمره 12، لا هو نمره واحد. وبعدين يجي 11 لعيب بعد كده. فاحنا نتمنى مسانده الجمهور في الماتش اللي جاي، وخاصه احنا يعني خسرنا البطوله العربيه، خسرنا بطوله افريقيا، يعني الفتره اللي جايه محتاجه المسانده. الفتره اللي جايه محتاجه المسانده الحقيقه. بالظبط كده، وهو ده اهم شيء. الحقيقه برضو عندي خبر ان الاهلي النهارده بيطلب من اتحاد كره القدم، او يسال اتحاد كره القدم عن اسباب عدم تطبيق تقنيه الفي ار او الفار. نادي الاهلي ارسل خطاب زي ما حضراتكم عارفين كان بتاريخ 3/9/2018، قال في الخطاب ده ان هو يعني انتوا بيسال اتحاد كره القدم انتوا هتستعملوا تقنيه الفي ار امتى؟ فرد اتحاد كره القدم، او حتى الان لم يرد اتحاد كره القدم. وبالتالي نادي الاهلي بعت جواب النهارده لاتحاد كره القدم يستفسر فيه عن امكانيه تطبيق الفي ار خلال الفتره القادمه. طبعا يعني لانه في اشياء كثيره جدا يا كابتن ماهر يا كابتن ابراهيم بتحصل خلال هذه الايام، ده يقول لك ضرب الجزاء وده يقول لك مش ضرب الجزاء. في النهايه الفار بيورينا حاجات كثير، واحنا شفناه يمكن في معظم البطولات، يمكن حتى البطوله العربيه فارق بشكل كبير جدا. نتمنى ان في الدوري بتاعنا، لان في مشاكل تحكيميه اثرت بشكل كبير جدا على اداء الفرق، ويمكن كمان مشاكل الحكام رحلت بعض المدربين اتظلمت في في اوقات كثيره. فانا بقول يمكن موضوع الفار ده محتاج طبعا دراسه من اتحاد الكوره، محتاج تدريبات للحكام بشكل جيد، هيفرق معانا في الدوري المحلي. الدوري اللي بقى فيه صعوبه من بدايه الدور الثاني، احنا شايفين ان معظم الفرق يا كابتن ابراهيم اللياقه البدنيه اكتملت، الجانب المهاري اكتمل، الجانب التكتيكي اكتمل، بقى كل فرقه طمعانه في الثلاث نقاط، بقى في شغل على الاجوال بشكل كبير، ضربات الجزاء. حتى النهارده ترتيب الهدافين، يعني النهارده وصل بعض اللعيبه يمكن ل 12 هدف، بعض اللعيبه وصلت ل 10 اهداف. محمود علاء مدافع هداف نادي الزمالك 12 هدف، فدي حاجه يعني بنحييه من المهاجمين اللي موجودين. مش زعلانين يعني المهاجمين اللي موجودين في الدوري العام كله؟ مش زعلانين اكيد طبعا، زعلانين يعني. هي المشكله، هي المشكله على فكره طبعا محمود، يعني اغلب النوادي بتعتمد على اللعيبه الاجانب في مركز راس الحربه، وبالتالي المركز ده في اللعيبه المصريين بقى قليلين جدا. يعني لما تيجي تبص في كل نادي على حسب ال 18 نادي هتلاقي اغلب رؤوس الحربه اجانب، مش م م م مش 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 مصريين. وبالتالي احنا هنعاني، يعني المنتخب هيعاني، قله دلوقتي اللي موجودين رؤوس حربه مصريين. فلازم اتحاد الكوره زي ما كان عمل قبل كده
فرمان ان حراس المرمى ما ينفعش تجيبهم اجانب، وبالتالي طلع عندنا مجموعه من حراس المرمى في السنه اللي لغوا فيها حراس المرمى الاجانب، طلعوا عندنا حراس مرمى جيدين جدا لانهم خدوا الفرصه في الاحتكاك. يعني المفروض نطلع فرمان بقى، احنا مش عارفين نجيب جوان، يعني الكوره بقت جوان، لازم نعتمد على اللعيبه المصريين. كابتن ابراهيم احنا تفوقنا، الهدافين كلهم مصريين، يعني الهدافين كويس متفوقين. كويس النهارده في الدوري، محمود علاء ومحمود كهربا واحمد علي وحسام باولو وصلاح امين، يعني كلهم اسلام رشدي محمد رجب مصطفى محمد، كل دول مش اصحاب، جايين من تحت. جايين من تحت، كل دول جايين من تحت. احمد علي بس انا احمد علي بس بقولي. احمد علي وباولو صلاح امين راس حربه. يعني عايز اقول لك ان تفوقنا عليه وتفوقنا على فرق، فدي حاجه برضه بتحسب للاعبتنا. هي برضه انا برضه كلمه للمنتخب، حته ان احنا دوره افريقيا دلوقتي قريبة جدا، يعني المفروض ما يعتمد على الناس، هو كان بيقول مش هيعتمد على الناس اللي اعمارهم كبيره. طب ما وليد سليمان ده مش عمره كبير، المفروض يمثلنا في دوري افريقيا. يعني احنا مستغرب برضه، يعني محمود علاء زمالك مش موجود في المنتخب، وليد سليمان مش موجود في المنتخب، برضه لازم يعني احنا محتاجينه في الدوري الافريقيه القادمه. يعني طبعا نظره من المسؤولين عن المنتخب ان احنا يهمنا كلنا ان احنا ناخد البطوله الافريقيه. يعني عادي يا جماعه، بالمناسبه ان انتوا تشوفوا ده في قناه الاهلي، لان احنا دايما روحنا الرياضيه ما بتفرقش معانا الكلام ده خالص، ولا بتفرق معانا اهلي ولا زمالك، طالما بتتكلم على اسم مصر، طالما بتتكلم على اسم مصر يبقى اقول هتفرق معاك ان انت تقول اسم الزمالك يعني هنا في، او تقول محمود علاء، لان في ناس بعتالي تقول لي احنا كده، احنا عندنا حاجه اسمها الروح الرياضيه واسم مصر فوق، بعد كده يجي اي حاجه تانية يعني. لكن في النهايه نتمنى خلال الفتره اللي جايه زي ما كابتن ابراهيم قال في بدايه كلامه وكابتن ماهر قال في بدايه كلامه، ان اهم حاجه ان الجمهور بقى يبتدي يرجع مره تانية للمباريات، ونشوف بقى الفارق هيبقى ازاي ما بين النادي الاهلي وما بين بقيه الانديه. كابتن ماهر، خلينا برضو نرجع نتكلم عن المباراة الزمالك النهاردة، ايه رأي حضرتك في هذه المباراة؟ هو نادي الزمالك يمكن نادي الزمالك في حالة يعني حالة جيدة، حالة مميزة طبعا. ويمكن لسه كنت بتكلم مع كابتن ابراهيم، يمكن خروجه من البطولة الأفريقية والبطولة العربية اديته استقرار في الدوري العام. يعني عكس النادي الأهلي، النادي الأهلي بيلعب في أفريقيا وكان بيلعب في البطولة العربية وعنده جاد النجوم ولعيبه المنتخب اللي ما راحوش بقالهم سنتين، فالنهارده التوليفه اللي موجود عليها نادي الزمالك واضح قوي ان مستر جروس عامل تثبيت في التشكيل، ودي سمه من سمات المدربين الاجانب. التشكيل ده هو يمكن اللي مدي حاله لنادي الزمالك، حاله تكتيكيه وبدنيه وفنيه زي ما احنا شايفين على اعلى مستوى. مباراه بيراميدز اللي فاتت كانت من افضل المباريات اللي عملها نادي الزمالك يمكن في الدور الاول يمكن وبدايه الدور الثاني. النهارده نادي الزمالك بيتفوق على المقصه باربع اهداف لهدف واحد. واضح قوي نادي الزمالك ان عنده اهداف وعنده حافز وعنده يعني روح قتاليه عاليه جدا. حتى من كلام نجوم نادي الزمالك بعد اللقاء قبل اللقاء بيقول لك ان احنا قافلين على نفسنا بشكل جيد. احنا السنه دي هدفنا بطوله الدوري العام، احنا السنه دي هدفنا الاداء اللي احنا بنأديه ان احنا نكسب المباراه. ده جديد على نادي الزمالك، يعني بقالنا فتره ما شفناش نادي الزمالك بهذا التركيز، ويمكن التركيز ده هو اللي مدي الشكل التكتيكي اللي بيلعب بيه نادي الزمالك. عنده تقارب في الخطوط بشكل جيد، قريبين من بعض، عنده مفاتيح لعب بتبتدي من محمود علاء وبعدين فرجاني ساسي في نص الملعب، طارق حامد، وبعدين يمكن عندهم بردك كهربا عامل شغل بشكل جيد، فايق ومحرك، وامامه يمكن معاه عنده ثبات في التشكيل مساعده بشكل جيد. النهارده بيكسب المقصه باربع اهداف، اربع اهداف متنوعه بتمثل خطوره على نادي المقصه. لاول مره بشوف المقصه من خلال اسبوعين، الاسبوع اللي فات مع النادي الاهلي والنهارده الاسبوع مع نادي الزمالك، مش هو ده نادي المقصه، مش هو ده كابتن طلعت اللي عودنا على ادائه المتوازن في الدفاع، في حته ان بيرجع نص ملعبه وبيبدا يراقب بشكل جيد، وبعدين انطلاقاته في الهجوم من خلال الكونتر اتاك ما حصلش من خلال المباراتين، يمكن لاسباب ان نجومه اللي هم بيمثلوا قوه، يمكن جون انطوي راجع من اصابه، فوافي كمان، يمكن رحيل تراوري لبيراميدز،
اثر بشكل كبير جدا اسلام على اداء نادي المقصه من خلال هذه المباراه. تمام كابتن ابراهيم اتفضل. هو هنرجع لماتش الاهلي والزمالك ضد المقصه. الاثنين ما ادوش فرصه لطلعت يوسف ولا فرقه المقصه انهم ينفذوا الكونتر اتاك. هو بيلعب نص ملعب بيقلل المساحات بيضيق المساحات على 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 الفرقه سواء الاهلي او الزمالك. الاهلي والزمالك ما شاء الله الاجهزه الفنيه على درجه عاليه من الكفاءه. قدروا يضغطوا على فرقه المقصه في نص ملعبها وبالتالي نتيجه للضغط المتواصل ابتدت الثغرات تبان سواء ماتش الاهلي او ماتش الزمالك في اصراج من لعيبه الاهلي. بس الفرق يا كابتن معلش في المباراه دي مثلا او في مباراه الاهلي ان الاهلي جاب جون بدري. ايوه عمل الشوط الاول بشكل متميز جدا عكس الزمالك جاب جون في نهايه يعني الزمالك انا متخيل كده لو كان الزمالك لما ما جابش جونين في الوقت نهايه الشوط الاول كانت هتبقى المباراه اصعب من كده. هي برضو المهارات الفرديه او الحلول الفرديه اللي عند نادي الزمالك هي اللي حسمت المباراه. يعني لو شفنا الجون الاولاني بيتلعب من طارق حامد اوبر لا انا بقول بقى على الحاسه بتاعت اوباما واقف في التسلل رجع بدون ما يشترك فخلى المدافعين بتوع المقصه يطلعوا معاه وبالتالي محمود علاء دخل من ورا خالص من غير متسلل والحقيقه عملها عملها ببطن رجله كويس جدا. ده بيفكرني بالسوليه نفس جون السوليه انا جايه له من عملها ببطن رجله جايله من معلول وعملها ببطن رجله في البعيده هو برده جايه له وعملها ببطن رجله برده في البعيده. ففي حلول فرديه زائد برده ضربه الجزاء يعني قدر المرعي قدر يلبس المدافعين ضربه الجزاء ولولا الحكم الرابع اللي واقف ورا دول ضربه الجزاء دي ما تحسبش. انا بقول الحلول الفرديه كان ليها عامل حاسم النهارده في ماتش الزمالك. انا شايف ان توقيت الهدفين أيوة أيوة بالظبط ما انا بقول لك عامل كبير يعني لمده 40 دقيقه لان انت لو انت طلعت الشوط الاولاني 0-0 انت مغلوب مش 1-2-0 2 ففي الحلول الفرديه بتدي حلول للنوادي الكبيره يعني برضه. النادي الاهلي برضو شايف ان وقت الهدف الاول فرق كتير جدا ان انت جبت جون بدري في اول 3 4 دقائق وبالتالي اداك اريحيه طوال المباراه في ماتش المقاصه يعني واجباري ابتدى عايز يهجم عشان يعوض فابتدت الثغرات تبان وابتدت الحلول تبقى موجوده عند لعيبه زائد الاصرار اللي موجود عند لعيبه الاهلي انهم الثلاثه بونت يفرقوا جدا انهم طبعا. يدخلوا على المنافسه ويدخلوا على المركز الاول اللي هم بيتمنوا يحصلوا عليه السنه دي ان شاء الله. وده اللي بنراهن عليه يا كابتن ماهر الفتره اللي جايه طبعا اصرار لاعبي النادي الاهلي لان الكره في ملعبهم دلوقتي او الكره في ملعب النادي الاهلي وبالتالي ممكن جدا جدا الفتره اللي جايه يتم استغلالها بطريقه جيده. دوافع لعبتنا يا اسلام واصرارهم وروح الفنانه الحمراء وزي ما قلنا جمهورنا ورانا يمكن الجهاز الفني كمان بيشتغل بشكل جيد. يمكن سمير جاب لنا لقطات من ماتش المقصه المهاره الفرديه اللي اتكلم كابتن ابراهيم عنها واخد بالك والحلول اللي في الثلث الاخير للاعيبه الموهوبه رمضان صبحي دخل لجوه قدر يعمل باص بيني في ضرب دفاع المقصه بشكل جيد. ايوه قبليها الضغط اللي حصل من نص الملعب برافو عليك صح اللي فرق معانا بشكل جيد. النهارده واضح قوي ان في تنوع وفي كثافه عدديه وفي مرونه فرديه وفي عمق هجومي بالنسبه لاجاييه. يعني اجاييه كمان يا كابتن ابراهيم عودته لينا في الحته دي محطه كبيره جدا وحلول بشكل جيد لان هو لعيب من اللعيبه الاذكياء ما بتخرجش بره الصندوق بشكل كبير. هو مواطن في الحته بتاعت العمق اللي بيقدر يساند فيها وبيساعد اللي جاي وفي نفس الوقت طبعا الباصات البينيه اللي اتعملت يعني الجول ده يا كابتن ابراهيم من ضمن الاجوال الحلوه جدا من احلى الاجوال اللي موجوده هذا الاسبوع يمكن او في الدوري المصري. لا الدقه بتاعت او يعني التناغم بين الثلاث اربع لعيبه اللي في الجنب الشمال ان رمضان بيدخل على جوه وبيستنى وبيصبر بيصبر سنه صغيره عبل ما يلاقي معلول جاي معلول بيديها له هنا معلول برضه بيستنى شويه لغايه لما الناس كلها شوف. بترجع تدافع على السكس سايده ومعاهم المهاجمين وبرضه السوليه الحقيقه بيعمل في الثلث الاخراني دلوقتي دايما انا اقول المستوى بتاع السوليه عمال يتقدم من ماتش لماتش وابتدى في الثلث الاخراني ابتدى يبقى متواجد وابتدى بيحرز اهداف وابتدى يصوب ده ما كانش بيعمله اول ما جه النادي الاهلي. فالسوليه انا برضه هنا عايز اشيد برمضان في ضربه الجزاء اللي عملها. لو شفت رمضان وهو
بيمشي بالكرة ثلاث لعيبة عايزين يلحقوه، وده بيشده من هنا وده بيشده من هنا، لغاية لما دخل ال 18 لغاية لما أرغم اللعيبة مش عارفين يجيبوه. فالحقيقة برضو الاحتراف فادوا كتير جدا طبعاً، ومستواه بيتقدم من مباراه لمباراه، وريت الحقيقه يفضل معانا يعني ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا يا كابتن ماهر على وجود حضرتك معانا النهارده. انا بشكر حضرتك جدا يا كابتن ابراهيم على وجود حضرتك معانا النهارده، وسعداء جدا بوجودكم معانا. شكرا جزيلا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل نجمين اخرين، النجم الكبير الكابتن فتحي نصير، والنجم الكبير الكابتن اسامه حسني، بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي الكبار في الجزء الاخير من هذه الحلقه. النجم الكبير كابتن فتحي نصير يشرفني النهارده لاول مره. ازيك كابتن؟ مشرفنا طبعا بيته، يعني ما يعني مش انا اللي اتكلم على الكابتن فتحي، ده بيته، لكن وجوده معانا النهارده شرف لي. ازيك حضرتك؟ سعيد ان اتشرف اكون موجود معاك. ربنا يخليك. شرف لي. يعني حاجه ممتعه، امتعتنا كلاعب. الله يخليك يا كابتن. وامتعتنا كمقدم، وامتعتنا كمحاور. ربنا يخليك. ومعانا بقى النجم الصاعد الكابتن كابتن اسامه حسني. ما هو الناس يعني ده كل يوم معايا. كل يوم. فانا سعيد جدا معاك. الله شرف لينا كابتن. الله يخليك. بجد اسلام، يعني حاجه تفرح يعني. الله يخليك يا كابتن. ايضا النجم الكبير كابتن اسامه حسني، يعني مش هعرفك ومش هعرفكم بيه يعني. طبعا انا سعيد ان انا موجود مع الكابتن فتحي. طبعا الله يخليك. كابتن فتحي اسم كبير وبنتعلم منه دايما طبعا. وطبعا ملك الشياكه دايما الكابتن فتحي. الله طبعا. يعني خليني ابدا بحضرتك كابتن فتحي، كيف رايت مباراه الزمالك والمقصه النهارده؟ احنا هي ممكن نقسمها الى جزئين. اتفضل. بداية المباراة حتى الدقيقة 40، ان هي قبل ما يتسجل الهدف، بحس ان في سيطرة من نادي الزمالك، في اداء من نادي الزمالك، مش هقول في مقاومة من المقصة، في اداء من المقصة برضو، وبتقدر بتلعب كورة، والماتش يعتبر الى حد ما سجال مع تفوق نسبي للزمالك. مظبوط. وقت ما جه الهدف ويليه ضربه الجزاء، وجت في توقيت معين. هذا التوقيت، توقيت الهدف، الهدفين هو اللي فرق كتير في ايوه ده قضى على الفرقه بمعنى اصح، واخل بالتوازن، خلى المدرب ما مش عارف هل هو عاوز يعوض ولا عاوز يتعادل. هو 2-2 بقوا كتير، خصوصا ضربه الجزاء الغريبه العجيبه، لكن هي التحكيم، هو الحكم قال كده، او الحكم اللي هو افتكر الحكم المساعد هو اللي اداها مش الحكم الاساسي. مظبوط. فدي ادت للزمالك الافضليه طبعا. وانت لما مدرب بتكون داخل وفرقتك كسبانه في المباراه، وكسبانه 2-0 بعد معاناه في 40 دقيقه، فدي بتدي راحه اكتر وفكر اكتر، وبتخلي المدرب الثاني اللي هو طلعت مش عارف يعمل ايه. هل هو دلوقتي 2-0، هل هو هيحافظ على 2-0؟ هل هو لازم يهاجم؟ يبقى هيفتح. طب هيدافع؟ هياخد اكتر. فالعمليه اتلخبطت. هو التوقيت كان ده، هو يعني استغلته فرقه الزمالك بادائها وبتحركاتها، وطبعا الاجوال بتجيب اجوال، ودايما المكسب بيجيب مكسب، وانتهت المباراه زي ما شفناها. تمام. كابتن اسامه، طبعا زي ما كابتن فتحي بيقول، توقيت الهدف في الشوط الاولاني، في الهدفين في اخر دقايق، هو ده اللي ادى الافضليه للزمالك. لكن المقصة عنده عيوب فنيه طبعا في خط الظهر بتاعه. دي غريبه جدا. ما هو دي نقطه غريبه جدا بالنسبه لي، لان الكابتن طلعت يوسف اساسا يعني شغله كله تحفيظ على النواحي بالزبط. الدفاعيه، وتحفيظ انه يملى في وسط الملعب، دايما بيلعب مان تو مان في وقت من الاوقات. يمكن عشان غير يا اسامه، معلش انا اسف بعد، بس يمكن عشان غير. لا يعني يمكن عشان عايز يهاجم مثلا، فلقينا نواحي دفاعيه، لان كانت في مساحات. خلي بالك توقيت الهدفين هم لعبوا دور مهم جدا في اخر الشوط. لو انت عارف، لو الشوط الاولاني طلع 1-0، ممكن الشوط الثاني يبقى في كلام ثاني، ولسه المقصه في المباراه. لكن توقيت الهدفين هو ده ممكن اللي قتل لعيبه المقصه نفسيا، انهم منزلين الشوط الثاني بدوافع، راحوا ملطوطين بالجون الثالث. لكن عايز اخدك لحته ثانيه يا كابتن اسلام برضو. صدر. الدوري حلو طبعا. ماتشات ما شاء الله كلها قويه، في منافسه قويه على الدوري،
النهارده معلش بقى بما انك بتقول المنافسه انت احنا جيل واحد يعني كانت في منافسه الايام بتاعتك ولا منافسه يعني احنا كنا بنخلص الدوري من بدري علشان نطلع نستثمر في الدوريات الثانيه كان الدوري بالنسبه فالمنافسه حلوه برضو ما هو ده انا بوصل عايز اوصل انا بكلمك بقى في نقطه زي دي اتفضل النهارده الدوري يا كابتن فتحي ما شاء الله حلو الواضح ماتشات سخنه في ناس بتتحالف علشان الدوري نادي الاهلي السنه دي ما ياخدوش تتحالف مع بعض في ميزانيات ممكن بتتصرف ممكن توصل لميزانيات دول عشان النادي الاهلي ما ياخدوش يعني لو اتكلمنا النهارده عن الزمالك بيسعى للدوري ال 13 في تاريخه كان اول دوري 13 النادي الاهلي بياخده كان موسم 76 77 يعني بتتكلم من 50 سنه بيراميدز اول دوري عايز ياخده اول دوري خده النادي الاهلي كان سنه 49 50 يعني النادي الاهلي التاريخ فارق ب 60 70 سنه ايوه فالسنه دي الدوري حلو لكن عشان تقدر بقى تطبق الشروط عشان يبقى الدوري قوي ويبقى فيه عداله النادي الاهلي النهارده طلع بالفار اللي تساءل فيه من شهرين قال لك عايزين نطبق الفار واتحاد الكوره قال لك يبقى فيه الفار في شهر يناير لسه الفار لحد دلوقتي ما اتطبقش في حاجه بقى اهم من الفار عايزين نتكلم فيها هي عمليه الكشف عن المنشطات في الدوري النهارده لازم يبقى فيه كشف عن المنشطات كان في سنه من السنين اشمعنى دلوقتي ما انت يعني كان في وقت من الاوقات في الدوري المصري في كشف عن المنشطات ايوه ليه الكشف عن المنشطات ما يرجعش تاني في الدوري ونشوف سنه كام ده الكشف ده كان موجود اعتقد من ثلاث سنين اعتقد ممكن ثلاث سنين مش فاكر تحديدا يعني حاول تقول يا جماعه كان في كشف على المنشطات هتيجي تقول النهارده النادي الاهلي لعب في افريقيا لسه لعب المباراه النهائيه امام الترجي وبيلعب في البطوله الثانيه في نفس السنه مفيش مشكله في النادي الاهلي لكن لما نتكلم عن الزمالك بيلعب في الكونفدراليه لكن اول كشف عن المنشطات للزمالك هيبقى في شهر خمسه شهر خمسه لو وصل وربنا وفق نادي الزمالك وصل لنص النهائي ففي شهر خمسة فبتكلم النهارده في اربع شهور يبقى لازم في كشف عن المنشطات بيراميدز كل الانديه انا ما بتكلمش على انديه بعينها لازم يبقى في كشف عن المنشطات خلال الفتره الجايه في الدوري دي نقطه مهمه فكره حلوه على فكره ان موضوع المنشطات ده لانه بيتم تطبيقه يجب ان يتم تطبيقه على طبعا لو احنا بنتكلم بقى احنا فترة. عن دوري وعايزين دوري قوي وفي منافسين فلازم النقطه دي برضو تبقى مطروحه للساده اعضاء طبعا اتحاد الكوره اللي بيطوروا من شكل المفروض بيطوروا من شكل المسابقه يعني كان في المفروض فار في شهر يناير مفروض ما ده حسب يمكن بكره بقى ولا بعده ما هو خلاص شهر يناير يا بكره بعده هيخلص لو سمحتوا لي انا طبعا الكابتن فتحي كان مده طويله يعني اتفضل يا كابتن في اتحاد الكوره انا اشفق على الجمهور نعم هتقول لي تشفق على الجمهور ايوه اشفق على الجمهور ايوه من ايه؟ دوري هو الدوري اسم يعني ايه يا كابتن اسم؟ يعني شايف ان الدوري ده اسم الدوري يعني في ايه؟ العدل اساس الملك بمعنى اما انا دلوقتي هذا الكم من الاموال انضخت في الدوري وهذا الكم من اللاعبين الموجودين وهؤلاء المدربين المتواجدين واللي عمالين بيتنقلوا زي الشطرنج بس الناس تقول لك كويس انا هوصل لحضرتك اتفضل بص يا كابتن اسلام اتفضل انا دلوقتي بلعب مباراه دي كرة القدم الحديثة العلمية بقى احنا مش عايزين ايه ناخد اللي احنا ماشيين دلوقتي بالفهلوة طبعا ازاي بالفهلوة انا دلوقتي بلعب مباراة يوم خميس تمام وبلعب في اسكندرية هاجي العب هنا ماتش يوم الاثنين فهضطر اجيب الاتوبيس بتاعي طبعا وبيتي من الجمعة بقى وصلت الجمعة عندي يوم الاثنين المدرب عنده حاجتين اي مدرب في العالم اي فكر في العالم بتشوف اخطاء المباراه السابقه وتصلحها طبعا وتشوف الفرقه اللي قدامك اللي هتلعبها الجديده هتعمل بايه وبالتالي تقدر تحضر لعيبتك للمباراه اللي بعديها ايوه هذا لا يتم الان هتقولي ما بيتمش ليه لان انت عندك يوم واحد بس تدريب لانك عندك بعد التدريب بيوم مفيش فيوم واحد تدريب ثم اليوم اللي قبل المباراه مش هتقدر تعمل حاجه فده هل اصلح اخطاء السابق المباراه السابقه اصلح عيوب اللعيبه اصلح التكتيك بتاعي اصلح النواحي المهاريه اصلح كل الكلام ده اوروبا في ايام لا بس فيها يعني انا بتفق يعني اذا التمرين النهارده هيبقى استشفاء بس يا كابتن فتحي على طول تمرين استشفاء لا هي أوروبا. بس ده لمين يا كابتن فتحي الكلام ده الكابتن فتحي بيقوله مظبوط بس للنادي الاهلي بس انا بتكلم عن النادي الاهلي النادي الاهلي بس بقول لك لعبت يوم الخميس مين اللي لعب يوم الجمعه الخميس في اسكندريه وجيب هنا ولعب يوم الاثنين فاذا لما ناجي دلوقتي المدرب هيعمل ايه؟ طيب حتى لو فرض ان احنا موجودين نعم قصه التدوير
والتدوير دي احنا سمعنا فيها في اخر سنتين بس. هل ايام انتوا كنتوا بتلعبوا لما انت كنت اسلام كنت بتلعب ولا اسلام كنت بتلعب كانوا يقولوا في تدوير وكده والكلام ده؟ ما كانش في تدوير لان ما كانش فيه تدوير في الماتشات، ما كانش فيه لخبطه في الماتشات، ما كانش فيه دوري انت ما انتش عارف انت اني اسبوع ولا اول اسبوع ولا ثالث اسبوع والماتشات المتاجله وكل ثلاث ايام وكل اربع ايام والكلام ده كله. اذا في الحاله دي المدرب دوره مفقود في تصليح واعداد الفرقه. تقول لي طيب الحل ايه؟ ده لسه اكتر. انا لو فرض ان نفس اللعيبه اللي لاعبين المباراه السابقه على ثبات وانهم يكونوا موجودين معايا يبقى انا هقدر في الحاله دي اعدل من اخطائهم وكده. ده انا بلاقي من ناس منهم اتنين تلاته متعورين وجيل لعيبه جداد. هتقول لي ما هم من النادي، بس انا بدي فكر جديد دلوقتي. يعني انا اديتهم في اول يوم واحد اتنين تلاته، يبقى مفروض في اللي بعد كده هزود اربعه خمسه سته، هلاقي اللي خدوا واحد اتنين تلاته دول مش موجودين. نعم. جايين ناس جداد تاني. هبدا معاهم واحد اتنين تلاته ولا اديهم اربعه خمسه سته ولا نط. فانا بتكلم بس شويه بفكر يعني ايه الناس عايز تفكر شويه معايا ان احنا مثلا مش النادي الاهلي والانديه الثانيه. النادي الاهلي ليه الاكثر المضرور؟ لانه بيلعب في افريقيا، بيطلع كلاعب في البطوله العربيه. نعم. طلع من افريقيا داخل في افريقيا ثلاث ايام اربع ايام. لا كم الاصابات اللي حاصل ده وانت بتقول انه تحصل اصابه وهيجي لي لعيب سليم؟ طب ما اللعيب ده كمان لسه مش 100% لسه في مرحله تجديد. هو لسه مش 100% عشان ثلاثه ويتصاب مش 100%. طيب تقول لي كلامك ده يدل على ايه؟ اقول لي يدل على ايه؟ لو اقول اي بطوله، اخر بطوله مين؟ اخر بطوله كاس عالم روسيا. كاس عالم روسيا لعبوا سبع ماتشات منهم ثمان لعيبه اساسيين في السبع ماتشات. والثلاثه بيتغيروا لاما اصابات، طرد، راحه، تغيير خططي. تمام. اذا الثمانيه ثابتين، اذا الثمانيه حافظين، اذا الفرقه بتطلع معايا. هنا الفرقه عمرها ما هتطلع معاك. تطلع مين؟ ما انا مش لاقيها. انا عندي كم من اللعيبه لكن الكم مش ثابت، مش مستقر. مش مستقر الاسباب ايه؟ شكل الدوري ما بيدينيش فرصه لا اعمل استشفاء للعبتي ولا بيديني فرصه اصلح اخطاء لعبتي. لا وخلي بالك كابتن اسلام أفضل. يعني تكمله لكلام الكابتن فتحي ان النادي الاهلي فعلا زي ما بيقول مظلوم السنه دي، ان تلعب في افريقيا الاولى وتلعب في نفس السنه افريقيا مفيش عداله، ويطلع احد الاشخاص يقول لك العداله وفين العداله وفين ترتيب الماتشات وفين الاهلي ما لعبش ليه ماتشاته. طب ما العداله النهارده فين؟ ماتش الزمالك وبيراميدز اللي كان في الاسبوع التاسع بيتلعب في الاسبوع العشرين. لا بس الوقت اللي الفرقتين كانوا مريحين تماما ما بيشاركوش والنادي الاهلي كان بيشارك في افريقيا، ما هي دي العداله. لا بس خد بالك برضو انا وجهه نظري ان النادي الاهلي ممكن يتغلب على كل ده. صح كلام حضرتك مظبوط و100%. عارف ليه يا كابتن؟ لانه احنا في بدايه هذا الموسم او قبل بدايه هذا الموسم كان من الواضح ان ده هيحصل. ازاي هيحصل؟ لانه انت بتلعب كل 3 ايام مباراه، خلصت البطوله الافريقيه، ما انت عارف كده كده ان انت عندك بطوله افريقيه شهر 6 اللي جاي. ده موسم استثنائي. طب ده غلط. ما ده موسم استثنائي. مش بايديا ولا بايد اتحاد الكوره ولا معلش ما احنا نقول اللي لينا واللي علينا. كويس. فاتحاد الكوره مش بايديه، لان انا سمعت الحاج عامر حسين مثلا قبل بدايه الدوري طلب طلبين، قال لك يا جماعه نلعب مجموعتين، دوري مجموعتين. على اساس ان يبقى في عندي اريحيه ان انا الاعب فرق هنا وفرق هنا. ده ما حصلش، كل الانديه رفضت وقالت ان تتلعب مجموعة واحدة، وبالتالي هو ده. أنت عندك السنة دي استثنائي في إيه بقى؟ أن أنت بتلعب البطولة الأفريقية لازم هتخلص شهر 5 اللي جاي أو 6 أو نص 5. النقطة وعندك بطولة أمم أفريقيا لأول مرة في التاريخ الأفريقي أن هي تقام في شهر 6. أنا مش بحكي أو بهاجم اتحاد الكورة في أن هو بيخطط أو بينظم إزاي الدوري. لا أنا بهاجم الموقف العام اللي هو لا يتحمله. ليه برضه؟ مين؟ ما هو مين اللي بيحط الاساس؟ ما لا ما مين؟ في اتحاد الكوره مش حد تاني. ما هو اتحاد الكوره هيعمل ايه كمان؟ ما انا لو انا بالظبط كده لو انا بكلم اتحاد الكوره هعمل ايه؟ لا احنا عاوزين بس نحلل عشان المشاهدين الساده المشاهدين حضرتك بتفهم الناس ان كده كده الفتره دي صعبه طبعا. يعني لازم افهمهم ايه ظروف الموقف النادي الاهلي ايه دلوقتي باسلوب علمي. مش عايز افهمهم، مش عاوز اقول الوم اتحاد الكوره انه عمل لانه هو مضطر، مش عاوز الوم الاتحاد الافريقي لانه هو عمل، مش عاوز الوم المسؤولين في النادي الاهلي برضو مش حلمهم، لان انا بقول لهم العالم ماشي ازاي والموقف ماشي ازاي واحنا
الموقف ده ما بيتمش بالظبط. انا مسؤول النادي الاهلي هو فرض عليك السنه دي من الاتحاد الافريقي كدوله اذا انت تتلعب تلعب كاس الامم الافريقيه. ده موسم استثنائي. ثانيه واحده كاس البطوله كاس الامم الافريقيه يخلص شهر يتلعب شهر 6 وبطوله بطوله دوري ابطال افريقيا تخلص شهر 5. ده فرض عليك مش بمزاجك. يعني انت كده دلوقتي وبعدين انت هتقعد فتره التوقف بتاعه الشهر هيقول لك شهر بتاع توقف افريقيا ولسه هتكمل الماتشات. اذا بس خد بالك بقى برضو منك مين اللي مضرور في الموضوع ده؟ هيبقى برضو هيبقى لعيبه لان النادي الاهلي فيه اكتر اللاعبين اللي موجودين مع المنتخب وبالتالي هم اللعيبه مش هتمر بمشكله ثانيه. ايه هي المشكله الثانيه؟ يقول لك الموسم ذو القمتين. الموسم ذو القمتين يعني ايه؟ يعني ان انا دلوقتي بوصل بفرقتي من بدايه الموسم بعلى 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 لغايه ما اوصل للنهائي بتاعي. تمام. انا حوصل حتى لو وصلت وبعدين ارجع قاعد شهر وارجع تاني عد اوصل تاني. صعب لان انا بتعامل مع بني ادمين، انا بتعامل مع بشر، بتعامل مع اجهزه. صح. اجهزه مش اجهزه عربيات، اجهزه بشريه. أجهزة بشريه يعني هيومن بين، بني ادمين. في جهاز عضلي، في جهاز عصبي. صح. في جهاز، كل الحاجات دي كلها مش بايدينا تقعد تغير فيها وتلعب فيها زي ما انت عايز. يعني صنعه الخالق ما تقدرش تلعب فيها كتير. فاحنا هنا بنلعب بعد ما هيقف الدوري شهر هيبقى في لعيبه جوه كانوا في المنتخب ولعيبه بره المنتخب. اللعيبه اللي بره المنتخب دلوقتي ما عندهمش، حتى لو انت مرنتهم هيبقى جاي كتير. طب هتنزل بالحمل، يبقى نزلت بالحمل، هتيجي ترفع الحمل تاني هيجي لك اللعيبه التانيين. اللعيبه التانيين جايين هم اصلا في الطب في قمه الاداء بتاعهم لانهم ان شاء الله يوصلوا النهائي ويبقوا كده يبقى فوق. ازاي تجمع وتعمل التوليفه دي؟ العمليه مش سهله طبعا. لو كمان تبتدي موسم جديد تاني، دوري جديد، ممكن على شهر 9 على شهر 10 شهر 10. طب هتنهي امتى تاني؟ يعني اذا العمليه اعتقد السنه الجايه هتبقى اسهل شويه، بس اسهل كتير. عشان كده انا بقول ان الدوري مش دوري، الدوري هي مباراه بتتلعب على عشان كده اول ما حضرتك دخلت قلت لي هو الدوري ده دوري. هو عشان كده مش دوري، هو ده مباراه بتتلعب وفرق بتلعب بعضها، ومش المهم الاسبوع ال 20 بعد ال 30 بعد ال 25. فاللي يهاجم ولا يقول ليه الاهلي ما غيرش ماتشاته او ليه ما يلعبش ماتشاته، دي حاجه ما تخصش الاهلي. هي دي حاجه ما تخصش الاهلي على فكره. هو مش صنيعه الاهلي هذه المشكله، مش مشكله، مش النادي الاهلي اللي خلقها او النادي الاهلي صحيح بالمشكله. النادي الاهلي شارك في بطوله افريقيه، ثم شارك في بطوله افريقيه، شارك في بطوله عربيه، وعنده 25 لاعب مش عنده 40 لاعب كمان. يعني لحظة دي انت اللي بتطبق عليه 25 مع شوف كم الماتشات اللي انت هتلعبها، بتلعب لك 70 80 ماتش، وفي فرق تانية بتلعب لك عشان كده اداك خمس، وفي فرق تانية بتاخد وقت راحه كافي وتعد مصابين يرجعوا وتقدر تستعد. يعني كانت مش بيلعب في افريقيا. لا وخلي بالك كمان دور النادي الاهلي الوطني في اشتراكه في البطوله العربيه. يعني احنا لما الخريطه اتحطت بطولات دوري، بطولات افريقيا، كاس مصر، كان عندك بطوله عربيه المصري ما دخلش فيها علشان برضه الارتباطات الافريقيه. لكن النادي الاهلي دوره الوطني والواجب من الدول العربيه اشترك في في في, في البطوله العربيه. يعني برضه كان حمل زياده على النادي الاهلي انه يشترك في البطوله العربيه. مزبوط. لكن من الحس الوطني للنادي الاهلي ودور النادي الاهلي مع الدول كلها برضه اشترك من الحس رغم الوطني. رغم ده اثر طبعا على اسم النادي الاهلي طبعا. يعني مش اثر، هو اسم النادي الاهلي كبير وهيظل. مش بي... هو اثر مش اكتر على لعيبه الاهلي الحقيقه، جالهم اصابات واجهاد يعني وكذا. لما تيجي من تونس بطياره وتقعد وتطلع على الامارات وترجع، ايه مش ممكن. دولت مش رايحين يسوقوا عربيات او رايحين يركبوا احصنه ولا يركبوا. طيب. لا تمام، يعني اعتقد ان الفكره وصلت لحضراتكم. كابتن فتحي بيقول لكم الدنيا مش متظبطه، ولا اتحاد كره القدم له يد في هذا الموضوع لان ده اجبار من الاتحاد الافريقي، ولا مجلس ولا المسؤولين هنا في النادي لهم اجبار على هذا الموضوع. ولكن هناك أشياء أخرى ممكن نتكلم فيها قد يكون فيها أكثر تنظيما، ومثلا ما يحدث من التحكيم مع النادي الأهلي. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن التحكيم مع النادي الأهلي بيعملوا إيه ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى كابتن اسامه. يعني تعليقك على هذا التقرير وما تراه من التحكيم في مصر مع النادي الاهلي. السنه دي النادي الاهلي اتضرر كتير من التحكيم في مباريات مهمه. بدايتها كان اول مباراه في افتتاح الدوري هي مباراه الاسماعيلي، هدف سليف كولوبالي اللي تم حسابه وفاول كان الكابتن جهاد جريشه، وكنا هنا في استوديو قناه النادي الاهلي وقلنا الدوري السنه دي هيبقى صعب. ومن الواضح ان كل الفرق استعدت
ما عدا التحكيم بقياده الكابتن عصام عبد الفتاح، وده ظهر فعلا في كل مباريات الدوري، اخطاء تحكيميه كبيره وخاصه في ماتش الاهلي ظهرت بقى يعني في القمه، كان في مباراه الاهلي والانتاج الحربي بركله الجزاء بتاعت وليد ازارو، والهدف الصحيح اللي تم الغائه في مباراه الاهلي والانتاج الحربي كانت مباراه مهمه كانت ممكن تدخلك في الصداره، لكن تم تعطيل النادي الاهلي برضو يعني بسبب التحكيم. وقلنا والنادي الاهلي طلع وقال لك عايزين فار، ده هدف كوليبالي اللي اتلغى يا كابتن اسامه اللي بتتكلم عنه. الله ينور عليك يا سمير، ده كان اول مباراه في الدوري، النهارده بالهدف ده انت خسرت 3 نقط، تعادلت مع الاسماعيلي في المباراه دي نقطتين دي، فخسرت نقطتين كانوا حاسمين انك تقرب تبقى في وقتها في الصداره. تاني مباراه كانت مباراه الانتاج الحربي اللي هو الكيك بوكس، هيجيبها لك الانتاج الحربي يا سمير بتاعت كره وليد ازارو، ركله جزاء، ركله جزاء صحيحه مليون في المية اللي اداها مين؟ كان اللي ما شافهاش مين؟ كان الكابتن ابراهيم نور الدين والحكم الخامس. نفس اللعبه النهارده في مباراه الزمالك، مباراه مصر المقاصه، كان حكم البنا عدى الكوره اللي اداله الحكم الخامس، هي كان نفسها وكان امامه في كوره، حتى يا سمير يعني ممكن تلاقي لقطه عندنا، وكان برده في هدف صحيح موجوده عجبناها امبارح كمان اتكلمنا عنها امبارح. النادي الاهلي اتعادل في المباراه دي، برده نقطتين ضاعوا من النادي الاهلي. في المقابل شوف بقى مباريات للزمالك، تم احتساب الثلاث نقاط بيهم عن طريق مباراه حرس الحدود، ركله جزاء، مباراه الداخليه محمد صبحي يمسك الكوره محمود علاء دي الانتاج سددها، دي مباراه الانتاج، دي ركله جزاء. بص يعني الحكم الخامس واقف فين؟ يعني مفيش، ده بص ده ده نص متر نص متر، وابراهيم نور الدين وعندك اللاينز مان ده كرم جابر، عارف كرم جابر؟ دي خدوا براوليه يا كابتن والاثنين هم شايفينه، ده ثلاثه محاصر من ثلاثه يعني، شايف موقع الحكم وشايف الحكم يعني الخامس، الحكم الخامس وحامل الرايه والحكم الرئيسي، هم الاثنين شايفين الموقف يعني مش واحد بس. تمام، فانت النهارده حضرتك معترض اذا على التحكيم؟ لا، النادي الاهلي السنه دي اتضرر بشكل بالغ كبير جدا من التحكيم، من فضلك خلي بالك يعني مش اخطاء كمان يعني ممكن نقول مثلا فيها شك، لا ده كانت واضحه يعني مليون في المية. انا بقول لك في اللعبه دي لو جبنا الشيخ حسني فيلم الكيت كات كان حسابها جامده قوي الشيخ حسني كان شافها وحسابها. ومن فضلك برضو يا جماعه يعني برضو خلينا نتكلم ويعني رساله انا هوجهها كابتن عصام عبد الفتاح، انا بحبه جدا وعلاقتي بيه جيده جدا وكل حاجه، ولكن هو سيد عبد الحفيظ قال لي امبارح، ايوه انا بس عايز اسال السؤال ده لان السؤال ده مهم جدا بالنسبه لي، هو سيد عبد الحفيظ قال لي امبارح يا جماعه عندنا هنا قال ايه؟ قال هو بيتساءل كابتن محمود البنا، حضرتك عينت كابتن محمود البنا ماشي من الصبح وتاكدنا من هذا الموضوع وده حقك حضرتك رئيس لجنه الحكام ومن حقك تعمل اللي انت عايزه، ولكن هو في ايه يا جماعه؟ هو لما يطلع حد من النادي الاهلي يتكلم ولا يسال في اي حاجه او يتساءل في اي حاجه بتبقى عليه هجمه شنيعه جدا جدا جدا، واي حد بيطلع في حته ثانيه اوعوا تفتكروا احنا هنسكت، محدش يفتكر ان احنا هنسكت، احنا لغايه دلوقتي بس اصل انا مش مصدق اللي بيحصل يا كابتن فتحي. لا والرد سريع يعني الرد سريع امبارح يا كابتن فتحي، سيد عبد الحفيظ اول ما قال انا بس معلش يا جماعه سيد عبد الحفيظ يعني لجنه الانضباط او لجنه القيم في اتحاد الكوره على التصريحات كانت امبارح. طب النهارده الراجل بيتساءل، انا بتساءل مش يعني مش بواجهش نقد ولا انتوا عايزين تقفلوا يعني انتوا عايزين تقفلوا كل يعني كل الابواب اللي بنحاول نفتحها مع حضراتكم، يعني ما ينفعش الكلام ده يا جماعه والله. طيب ما انا بنفسي سمعت مكالمه كانت حد بيشتم في لجنه الحكام ما حصلش اي حاجه، ومش هقول اسماء ما تقلقوش، مش هقول اسماء ومش هقول مين، اسد علي وفي الحروب نعمته، مفيش نعمته ده اقل من نعمته اقل من نعمته، لو في نعمته حلوه نعمته. فالحقيقه انا برضو مستغرب جدا من الكابتن عصام، راجل مسؤول وعلى فكره راجل محترم جدا وراجل كويس جدا وكل حاجه، ولكن في النهايه انا بس بسال السؤال ده وانا خايف انا توقف انا كمان ولا انا ما لا انا ما لا بص مش هيحول مش عارف يحولني لجنه الانضباط. الدوري حلو والدوري السنه دي بالظبط كده صعب وفي ماتشات قويه، لازم يبقى الحكام زي ما كل الانديه استعدت ومدربين اجانب ولاعيبه اجانب واسعار كبيره في الدوري بالظبط، لازم يبقى الحكام النهارده عنصر مهم في التحكيم بيبذل مجهود في اللعبه بيبذل مجهود، هي العنصر الوحيد اللي ما استعدش السنه دي في الدوري هو التحكيم، والدليل على كده شوف بقى اخطاء كبيره حتى لو بيبذل مجهود خلي بالك هو بيبذل في مجهود يا كابتن بيبذل اخد معاك كلمتين برضه قبل ما نقفل احنا خلاص وقتنا انتهى تقريبا
بيبذل الكابتن عصام مجهود وكل حاجه، ولكن المجهود ده مش واضح. طب يعني انا برضو ذنبي ايه كنادي؟ بقيه الانديه المنافسه حلوه والانديه كويسه، ودلوقتي بقى في تنافس ما بين الانديه، يعني بقى لنا كتير ما شفناش الكلام ده، لكن في تنافس اهو الحمد لله. فخلي الدنيا تبقى فيها يعني ما ينفعش ان انا اطلع بتصريح زي ده اقول هذا الكلام. انت حر طبعا، يعني قول اللي انت عايزه، كل واحد حر، ولكن كابتن سيد عبد الحفيظ كان يتساءل، وهو قال كده في بدايه كلامه. انا بس عشان ما عنديش وقت الحقيقه ان انا ولم يحدد اسماء. نعم، ولم يحدد اسماء، يعني ما ذكرش بيتساءل. لا، وما سالش شخص معين. يعني هو بيتساءل فين الحكام، يمكن كان بيسالنا بعد كده. يا كابتن سيد بعد اذنك لما تعوز تتساءل اسالنا انا. يعني هو بيسالنا انا، مش هوقفك، مش هعرف اوقفك، لكن لم يحدد هو بيسال مين، اذا انت هتحاسبني على ايه. انا بتساءل، يسأل واحد بيسال، هو انا كمسؤول بسال. واحد في التلفزيون بقول انا بسال كذا، ايه الموضوع، زي اي واحد بيسال حاجه. فانت المفروض تديله الاجابه، لكن مش المفروض تحاسبه ان هو بيتساءل. يعني واحد انت وضح له، قول له صح كذا، مش تقول له هو ما عملش اخطاء، هو لم يخطئ. هو الخطا شيء، وان انا بسال عن شيء، يعني السؤال، يعني بيقول لك السؤال حرم، يعني مش معقول ان واحد يعني كابتن زايد مش عارف، ما احنا مش عارفين يا كابتن زايد. بعد كده لما يبقى في اي سؤال حضرتك وجهه ليا للبرنامج تحوش كده، قول انا بسال كذا كذا، يمكن يعني ساعتها اما نشوف ايه اللي هيحصل، يمكن يبقى برده في كلام تاني هيطلع. انا بشكر حضرتك جدا يا كابتن فتحي في اول لقاء حضرتك شرفتنا فيه، بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. شكرا يا كابتن اسلام، شكرا جزيلا يا كابتن فتحي، ان شاء الله بالتوفيق كده ان شاء الله، وربنا يسهل. وزي ما قلنا هذا الموسم موسم استثنائي ودوري استثنائي بكل اللي فيه. ايوه طبعا، حلو ومر ان شاء الله، وتحكيم استثنائي برضه. اشكرك جدا اشكرك جدا يا كابتن اسامه، ولنا حلقات قادمه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن اسلام، ويعني جمهور الاهلي ان شاء الله يكون متواجد بقى في مباراه سيمبا ان شاء الله. مهمه جدا، برافو عليك، ويأزر الفريق، مباراه مهمه، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا فيها. وفي الاخر ان شاء الله برضه الدوري يبقى بتاع النادي الاهلي، وان شاء الله يبقى الدوري بفلوسنا برضه ان شاء الله. هو ده اللي احنا بنقوله. بنجيب كل حاجه تبقى مش عايز. انا استنى كده اشوف صوت معاك كام. انا معيش، شوف انت كده معاك. بنشكركم اعزائي المشاهدين، وان شاء الله غدا هنكون موجودين مع حضراتكم. انتظرونا غدا وحلقه جديده من ملعب الاهلي.